طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين من موقع اليمن مونيتور. الحوثيون يضعون العراقيل في طريق المشاورات المرتقبة، وفي الصحافة الفرنسية الأمم المتحدة تحذر وتقول اليمن على حافة كارثة كبرى. ومن الأخبار المنوعة، ركاب طائرة تجارية يتفاجؤون بوجود ميركل بينهم في رحلة للأرجنتين. أهلا بكم. الجميع يدرك أن الحرب لا بد لها أن تنتهي، وأن الخيار المنطقي والوحيد لحل الأزمة اليمنية هو المطالبة والدعوة إلى إيقاف الحرب بشكل نهائي وإحلال السلام. هذا ما يقوله تقرير نشره الموقع بوست بعنوان الحرب في اليمن وموضوعية دعوات السلام ووقف الحرب. ويرى تقرير الموقع أن الجميع يدرك أن الظروف الموضوعية لإيقاف الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على اليمنيين وكل تبعاتها المدمرة لا تدفع العالم إلى مجرد المطالبة والدعوة إلى إيقاف الحرب والبدء بمشاورات سلام فحسب، بل إلى إعادة النظر في الأزمة اليمنية من منظور أخلاقي والتدخل لإيقاف المسار العبثي للحرب التي تحصد أرواح اليمنيين منذ بداية الانقلاب، وإن تطلب الأمر تشكيل تحالف عسكري دولي لإنقاذ اليمنيين من بطش جماعة الحوثي الإرهابية. ويؤكد تقرير الموقع أن ميليشيا الحوثي وعلى وقع الهزائم العسكرية المستمرة التي تتعرض لها في كل مواجهاتها مع الجيش الوطني بمختلف الجبهات لم تعد تمتلك من خيار سوى خيار واحد، هو اختيار مكان السقوط، برغم المحاولات الإقليمية والدولية الحثيثة والجهود المتواصلة لمنع ذلك. أهم أسباب ذلك السقوط المستمر والسريع هي العقلية الحوثية الرجعية والفوضوية وانفصالها عن الوعي الوطني والإنساني لليمنيين، والشواهد كثيرة على ذلك. فمن مزاعم وخرافة الحق الإلهي في الحكم إلى عدائها لكل مكونات المجتمع اليمني وما نشب عن ذلك من سلوكيات متعالية وعنصرية وممارسات ميليشياوية قمعية مستبدة أرهقت اليمنيين، وكادت أن تجهز على آمالهم في أن يكون لهم عقد اجتماعي جديد بموجبه يصبح لديهم دولة مدنية. اليمن أفق المفاوضات المقبلة. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها في صحيفة العربي الجديد، وقالت في جزء منه: لكونها الطرف الإقليمي الرئيسي في حرب اليمن، تواجه العربية السعودية ضغوطاً دولية غير مسبوقة لإنهاء الحرب تحت أي صيغة كانت، حيث تواجه السعودية مأزقاً عسكرياً وسياسياً مركباً في اليمن. فعلى الصعيد العسكري، فرضت حقيقة الفشل الحسم العسكري على أدائها في اليمن، وبالتالي تعي السعودية أن الحل العسكري لم يعد خياراً متاحاً. يبدو أن السلطة الشرعية ستتأثر وبشكل مباشر بالضغوط الدولية على حليفها السعودي، وهو ما سيربك موقعها التفاوضي. فخلافاً للمشاورات السابقة، ستدخل السلطة الشرعية مشاورات السويد من دون سقف سياسي يضمن لها الحفاظ على مضامين القرارات والمرجعيات الأممية التي حددت طبيعة الحل في اليمن، بوصفها جماعة ميليشياوية محلية. ظلت جماعة الحوثي خارج دائرة الضغط الدولي، إذ لم يستطع المجتمع الدولي طوال الحرب إجبار الجماعة على ترجيح الخيار السياسي وقبول تسوية سياسية لا توافق مشاريعها في اليمن. كما أن الضغوط الدولية على حليفها الإيراني بما في ذلك استمرار فرض العقوبات الأمريكية لا تؤثر على جماعة مغلقة كجماعة الحوثي، وعلى العكس من البروباغاندا الإعلامية التي تزعم تفوق موقعها التفاوضي، فإن جماعة الحوثي ليست أحسن حالاً من السلطة الشرعية. وفي حال فشلت المشاورات أو انتهت إلى ما تنتهي إليه كالعادة باب مغلق آخر، فإن أطراف اليمنية وحدها من سيخسر، إذ سيجبر المجتمع الدولي حلفائهم الإقليميين طال الوقت أم قصر على تركهم في حروبهم، على أن تظل الحرب يمنية يمنية وفي أرضها المنسية. الحوثيون يضعون سلة عراقيل في طريق المشاورات اليمنية المرتقبة في ستوكهولم،
ويعنون موقع يمن مونيتور مؤكدا أن جماعة الحوثي المسلحة بدأت بوضع عدد من العراقيل في طريق المشاورات اليمنية المقرر عقدها في السويد خلال الشهر الجاري. ويورد الموقع رأى أحد قيادات الميليشيا والذي قلل من أهمية المشاورات واصفا إياها بأنها ضعيفة جدا ولا ترقى إلى مفاوضات أو حوار لحل أزمة البلاد. ويفيد الموقع منذ اجتياح الحوثيين للمدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء فشلت العديد من جولات المشاورات في الوصول إلى حل ينهي الوضع القائم ويستعيد السلطة ومؤسسات الدولة من قبضة الجماعة المسلحة رغم صدور قرارات دولية صريحة في هذا الشأن. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع الموضوعات الاقتصادية وعنوان محافظ البنك المركزي يقول ننتظر ودائع بقيمة 3 مليار دولار وأسعار الصرف ستكون مستقرة. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية إضافة إلى مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة وبعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة. وأكد أن التعافي سيكون مستقرا ومستداما وقابلا للديمومة شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام القادم 2019. وقال أن جزء من هذه الإجراءات سيكون له أثر كبير في استقرار العملة بالإضافة إلى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي. وأكد محافظ البنك المركزي أن التحسن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل وإنما نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليا تذهب إلى الاحتياطي. مارتن جريفيث ومهمة ترويض الذئاب. تحت هذا العنوان كتب محمد أحمد غالب مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس ويقول الكاتب في أجزاء من المقال يسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى ربط أي مخرج سياسي للصراع الدائر في اليمن بتفاهمات منفصلة عن المرجعيات الثلاث بين ميليشيا رمت بنفسها في حرب شاملة ولم توفر فيها سلاحاً عسكرياً ولا سياسياً ولم ترى لها أفقاً أو ضوابط غير سحق اليمنيين وإغراقهم في سيل من الدماء دون أي حساب للربح والخسارة. الشرعية مرتبطة بشعب على ثقة كبيرة ومطلقة بحقه في التغيير وقدرته على دحر الانقلاب واستعداده غير المحدود للتضحية بكل ما يملك من أجل الوصول إلى غاياته في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية. ما كان من الممكن لمثل تلك المبادرات المشبوهة التي تأخذ بالدرجة الأولى مراعاة ميليشيا الحوثي ومصالحها وتراهن على إغرائها لتقديم بعض التنازلات للشعب أن تفضي إلى شيء آخر سوى تشجيع الميليشيات على الاستمرار في غيها وإجرامها ودفع اليمنيين إلى مزيد من التمسك بقضياتهم ومطالبهم العادلة ليس تجاه الميليشيات فحسب وإنما تجاه المجتمع الدولي الذي وضع نفسه وصياً على اليمن وحامياً للعدالة في الوقت نفسه. بين أطراف سياسية يعترف كل منها بالآخر اتفاق الحل السياسي الوسط ممكن على مبدأ لا غالب ولا مغلوب لكنه مستحيل أن يتحقق بين أطراف لا تعترف ببعضها ولا ترى في خصمها نداً ولا طرفاً لديه أي حق. كان ثمن الرهان على إمكانية ترويض الذئاب ومصالحة الذئب مع الحمل والجلاد مع الضحية أن الذئب ازداد وحشية وزادت شهوته للقتل والتدمير ولن يتوقف دون إرواء غليله والانتقام لماضيه وحاضره أو من دون قوة رادعة توقفه عند حده. حذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة من أن اليمن الواقع في حالة حرب كان على شفا كارثة كبرى حيث اندلع القتال الأكثر دموية في الحديدة المدينة الاستراتيجية في الجزء الغربي من البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية. وتعنون صحيفة لوبس الفرنسية الأمم المتحدة تحذر بأن اليمن على حافة كارثة كبرى. وقالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس تدمر اليمن بسبب الحرب التي دارت منذ حوالي 4 سنوات بين القوى العسكرية المدعومة من السعودية والقوى المدعومة من قبل الحوثيين. وتتحدث الصحيفة عن زيارة مارك لوكاك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن حيث حذر
من أن اليمن على حافة كارثة كبرى وأن الوضع الإنساني قد تدهور منذ آخر زيارة له إلى البلاد في أكتوبر عام 2017. وأضاف اليمن يعتبر مسرحا لأكبر عملية إنسانية في العالم، ولكن يجب أن يولي اهتماما أكثر في عام 2019. وقال لوكاك: رأينا في عدن أطفالا هزيلين يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم بالكاد يستطيعون فتح أعينهم، والمساعدة الإنسانية تساعد الكثير من هؤلاء الأطفال على التعافي. ولكن وفقا له فإن هناك أطفال ينتكسون لأن عائلاتهم ببساطة لا يستطيعون شراء الطعام أو توفير العلاج الطبي المناسب لهم. ننتقل إلى صحيفة التايمز التي جاءت افتتاحيتها بعنوان مجاعة اليمن المنسية، وتقول الصحيفة إن الحرب في اليمن هي النزاع الدولي المنسي، لأن العالم منع أو منع من الوصول إلى المناطق التي مزقها النزاع ليرى رأي العين مدى الدمار والمعاناة. وتضيف أن قوات التحالف بقيادة السعودية التي تسيطر على المناطق الجنوبية في اليمن فعل كل ما في وسعه لمنع الصحافة الأجنبية من الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، ومنع أيضا النقل الجوي تماما في المنطقة بخلاف الطائرات التي تقل عاملية الإغاثة. وتقول الصحيفة إنها في الشهر الماضي أصبحت أول صحيفة بريطانية تدخل صنعاء منذ عام 2015، حيث تمكنت مراسلتها كاثرين فيبليس من دخول المدينة وشهدت فداحة الأزمة الإنسانية. وتقول الصحيفة في التقرير الذي ترجمه البي بي سي إن اليمن يوشك على السقوط في أسوأ مجاعة منذ قرن، حيث يواجه 8 ملايين يمني خطر المجاعة، وليس ذلك نظرا لنقص الطعام ولكن لعدم مقدرتهم على تحمل قيمته. في مقال نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر: لا فرق بين المدن اليمنية التي تعرضت وتتعرض للظلم والإنهاك من أبنائها، ولا مكان حتى لمن يقولون عنه المركز المقدس الذي لا وجود له. ويضيف طاهر في جزء من مقال تنشره بلقيس: المركز المقدس لم يكن مقدساً في نهب 48 ولا في حروب 8 سنوات بين الجمهوريين والملكيين، ولا عبر تاريخ طويل يمتد منذ مطلع القرن 3 الهجري. أصبحت صنعاء أكثر المدن عرضة للاحتراب واجتياح القبل الهمجية والجائعة، فكتابا حوليات يمانية للحرازي ويوميات صنعاء للمؤرخ الكبير يحيى بن الحسين يلقيان أضواء كاشفة على التاريخ الآثم لمعاناة صنعاء وأبنائها. فالإمام أو الداعي ابن صنعاء يدرس ويتربى فيها، ولكنه إذا طمح للإمامة فلابد له من الخروج إلى القبائل القريبة والبعيدة لتحشيدها نظرياً ضد الإمام الظالم، وعملياً ضد المدينة الفاسدة والفاسقة والخارجة على الإسلام. حروب التاريخ الآثم لا تخرج عن هذه المعاني المقيتة، وحروب 48 و62 وأحداث أغسطس وحرب صالح ضداً على تعز وعدن وحضرموت تختزن الخروج الإمامي الكالح. ما جرى ويجري منذ انقلاب 21 من سبتمبر 2014 شاهد غياب مركز مقدس أو وجود دولة عميقة، والتي تردد كمسكوكات بدون بصر وعمق. توجد في اليمن قبيلة عميقة هي الأقوى، وجهة عميقة هي الأقوى أيضاً، البنية القبلية، وإن ضعفت كبنية اجتماعية وكعصبية وأسرة ممتدة إلا أنها تبقى قوية وفاعلة وحية كفكر وقيم وتقاليد وأعراف بالية لا تزال تعشعش في أذهان الكثيرين حتى من بعض مثقفينا. يعلمنا التاريخ أن كثيراً من القوى المجتمعية قد تفقد السيطرة والتسيد، لكن أفكارها وقيمها ومعتقداتها تبقى حاضرة ومتعايشة مع البديل الجديد، فالأسطورة والخرافة الآتية من عصور ما قبل التاريخ باقية وحية. منذ أمس الأول يتصدر خبر رحلة المستشارة الألمانية إلى الأرجنتين الأخبار المنوعة، ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط: ركاب طائرة تجارية يتفاجؤون بوجود ميركل بينهم في رحلة للأرجنتين. وقالت الصحيفة أن ركاب طائرة شركة إيبيريا الإسبانية التي أقلعت من مدريد متجهة إلى بوينس إيرس عاصمة الأرجنتين تفاجأوا بصعود المستشارة الألمانية إنجلا ميركل على متن الطائرة للحاق بقمة مجموعة الـ20 بعدما طرأ عطل فني على طائرتها الحكومية.
وصعدت ميركل على متن الطائرة التجارية قبل 10 دقائق من إقلاعها برفقة وفد صغير يضم نائبها أولف شوليس وعدد من المستشارين وأفراد الحراسة. وجلست المستشارة في درجة رجال الأعمال إلى جوار أحد الركاب الذي لم يكن يتوقع أنه سيقضي رحلته التي تستغرق نحو 13 ساعة بجوار أقوى امرأة في العالم. وعما فعلته ميركل على متن الطائرة التجارية أفاد أوغويرو: تناولت الزبادي وقرأت كتابا ونامت قليلا، لم يكن لها أي طلبات خاصة. وذكر أوغويرو أنه قبل ساعة من الهبوط في بوينيس إيرس توجهت ميركل إلى قمرة القيادة لالتقاط صور مع طاقم الطائرة، لم أجرؤ على التحدث إليها، كانت تبتسم من حين لآخر، كانت هادئة للغاية. خلف كل صورة خبر وحدث مهم، كما تقول الجارديان البريطانية التي نشرت عددا من الصور للتعبير عن الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف، نتابعها. وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.